فالحمد لله انا فرحان بزاف بالاهداء ديالي للبلد الحبيب ديالي، ميداليه ثانيه ذهبيه على التوالي، والثالثه الحمد لله من بعد الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو. فالحمد لله ما عليا الا نكون فخور اليوم بهذا الشيء اللي كنقدم للرياضه الوطنيه الحمد لله، ودائما كنحمر الوجه ديال المغاربه. كنتمنى ان شاء الله دائما نبقى في هذا المستوى هذا. اليوم كان الرجوع ديالي لارض الوطن، ما قدرتش نجي من بعد بطوله العالم مباشره، الالتزامات كانت عندي مشاركات خارجيه. خلصت المشاركات ديالي وجيت الحمد لله لبلادي، فكان استقبال رائع. اول شيء في الاستقبال هو الرساله ديال سيدنا اللي تلقيتها باب الطائره. مره اخرى كنشكره بزاف على الدعم ديالو المتواصل ليا، وكنقول له شكرا على الرساله ديالك، لان هذه الرساله الثالثه على التوالي مع سيدنا الله ينصره. وكنتمنى ان شاء الله دائما نبقى محمر لي وجوه، محمر جميع وجوه ديال المغاربة. كذلك فرحت بزاف بالناس ديال الجامعة اللي كانوا كيتسناوني، الأب والأم ديالي كذلك اللي كانوا كيتسناوني في المطار، فشكرا لهم. كذلك مرة أخرى كنجدد الشكر ديالي للجمهور المغربي على الدعم ديالو، على التشجيعات ديالو المتواصلة، فكنقول لهم شكرا من هذا المنبر هذا. ودائما الحمد لله غادي نبقى محمر لهم وجوههم، ودائما غادي نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. كل شيء عارف بأنه باقي عندي نهائي الدوري ماسي، فهو اللي كاين في الولايات المتحدة الأمريكية. ما عندي شك واش غادي نشارك ولا ما غاديش نشارك بسبب واحد الإصابة تعرضت لها في الملتقى الأخير في دولة الصين، فإن شاء الله الأيام المقبلة غادي نعرف واش غادي نشارك ولا ما غاديش نشارك إن شاء الله. فشوف أنا دائما كما قلت لك وكما كنقول ديما، أنا وليت كنعشق غير فوقاش نربح لي كومبيتيسيون ديالي باش نعيش ديك الحب ديال الجماهير المغربية، فكنقول لهم شكرا على التشجيعات ديالهم. دائما ما كيبخلوش عليا لا بالصغيرة ولا الكبيرة، الحمد لله الكلمة الزوينة في حقي ديما، كنقول لهم شكرا بزاف. وكنتمنى إن شاء الله دائما نكون محمر لهم وجوههم دائما ان شاء الله. فكما شفتوا التدوينه ديالي في لي ريزو سوسيو، فلما فزت واخذنا صوره في البوديوم، فعلقت على واحد التدوينه وقلت بانني اصبحت اعشق هذه اللحظه. فالحمد لله هذه 3 سنين وانا في البوديوم كنسمع النشيد الوطني، فشعور لا يوصف بالنسبه ليا. كيكون واحد الحماس كبير في ذاك اللحظه هذيك. الحمد لله دائما كنشرف بلادي، ودائما غادي نبقى مشرف بلادي، ودائما غنحاول باش نبقى محمر وجه ديال المغاربه ان شاء الله. شكرا. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.